إذا عودي معكم لمتابعة عالم الصباح. ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا عالم الصباح وعلاقتكم بالقهوة فوائدها، وهل بالنسبة لكم كلها فوائد أو عندها بعض الضرر؟ خبرونا عن تجربتكم بهالموضوع. الرفيق اليومي بتصور لأغلب سكان العالم، وبرجع بقول لكم تاني أيتم أكثر مبيعا أو تاني سلعة أكثر مبيعا بالعالم بعد النفط الخام. بنعود لمتابعة أنا وياكم عالم الصباح مع ضيوفي بالاستوديو. أهلا وسهلا فيكم نسرين أبو الحسن وطوني غطاس اللي هو سي او او اي اف بي جروب، المنظمة لعدة مؤتمرات ومعارض. وطبعا نسرين رح تحكي لنا أكثر عن آخر مؤتمر يلي رح بصير وهي من تنظيم اي اف بي. خلينا شوي هيك نعرف عن اي اف بي، شو نظمت لحد هلا حتى ناخد فكرة وين أنتوا بمجال، شو المؤتمرات المهمة اللي تركت أثر والمعارض أيضا يلي نظمتوها على مدار السنة. شكرا لك وشكرا للاستضافة. اي اف بي عمره أكثر من 40 سنة، نحن منظمين لمعارض ومؤتمرات. شركة بلشت في السعودية وسنة 94 رجعنا على لبنان بطلب خاص من دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أول معرض نعمل في لبنان بال 94 كان بروجكت لبنان، وهو أكبر المعارض يلي منعملها. نحن مننظم بحدود 50 معرض في السنة وكونفرنس من خلال International Fairs and Promotions يلي هي شركة دولية للمعارض. مننظم بلبنان بروجكت لبنان والبوت شو. بروجكت لبنان 24 سنة صرنا عم ننظمه، صحيح. والبوت شو كمان كل سنة عم ننظمه، وهني من الرائدين يعني يلي وقت يتنظموا عم يتنظموا بشكل كتير دقيق وشكل كتير حلو. أنا زرت كذا مرة البوت شو يعني. شكرا. وبروجكت لبنان كمان ونتميز فيه أنه المؤتمرات والمعارض يلي مننفذها هي انترناشنال، يعني بيكون عنا انترناشنال بافيليونز، دول أجنبية مثل ألمانيا مثل إيطاليا مثل إسبانيا مثل فرنسا بيشتركوا بهالمعارض والمؤتمرات يلي من خلالهم نحن نعمل هالتريد بتوين الدول والشركات. موجودين في لبنان، موجودين في بغداد بالعراق وإربيل، موجودين في قطر، موجودين في مصر، وعم ننظم كمان معارض جديدة بلبنان رح ننظمها بالقريب العاجل. عم نحكي بثالث كوارتر من 2019 ورح نعلن عن أحد المعارض جمعة الجاي بطرابلس يلي اسمه تايس. الفكرة هي إن تايس. يلي المعرض هو تريبولي انترناشنال كونفرنس اند اكزيبيشن، معرض دولي لمدينه طرابلس وشمال لبنان. وكمان عندنا معرض رح نعلن عنه كمان قريبا. خلينا نحكي تفاصيل نشاطات القادمة بعد شوي بحديثنا. نحن هلا لانه تركيزنا رح بيكون على المؤتمر يلي عم يتنظم، وهو منظم ايضا من قبل اي اف بي. يعني هلا رح نعرف مع نسرين على المؤتمر، ولكن وقتها اللي بمنظم معارض واللي بنظم مؤتمرات يعني ما بعرف ما بتشبه بعضها المؤتمرات والمعارض ابدا. هل المعارض اصعب ولا المؤتمرات اصعب بتنظيمها؟ بكل صراحه الترند الجديد يلي عم نشوفه بده يكون في شيء اسمه كونفكس كونفرنس اكزيبيشن، لانه المعارض المتخصصه يلي بنعملها بيكون في ترانسفير اوف نوليدج، يعني عم ننقل هال المعلومات الجديده من خلال العارضين ومن خلال اشخاص اختصاصيين بالسبجكت اكسبرتيز تبعهم. ومن هالمنطلق رح نحكي هلا عن سستينبل ديجيتال ايكونومي يلي زميلتي رح تحكي عنه. يا رح يكون هو كونفرنس واكزيبيشن من خلاله الديليجيتس بيقدروا يتعرفوا على البرودكت وبيقدروا يتعرفوا على التكنولوجي بيهايند البرودكت. طبعا نسرين حضرتك رح تحكي لنا اكثر عن المؤتمر اللي رح بصير، بس انت من اي اف بي ولا انت عم تهتمي فقط في بهالمؤتمر؟ لا انا مديره هذا المؤتمر باي اف بي. باي اف بي. طيب وقت نحكي مؤتمر ونحكي مواضيع جديه جدا تطرح وتوصيات والى اخره، ونحكي معارض يعني الموضوع مختلف كليا. خبرينا شوي اول شيء عن المؤتمر يلي رح يتنظم، شو موضوعه وشو السبب يلي صار لتنظيم هيك مؤتمر؟ انت بتعرف هلا انه الفورث اندستريال ريفولوشن عم بتغير الدنيا كلها، وكيف بنشتغل وكيف حياتنا طبيعه حياتنا وطبيعه تواصلنا. يعني لميات السنين الاقتصاد كان مبني على صناعه واستهلاك اشياء ماديه مثل المواشي السيارات الحبوب الذهب،
بس هلا القيمة الحقيقية لشركات مثل أبل، مثل جوجل، حتى مثل ستاربكس مبنية على assets مش ملموسة بقى. So تكنولوجيا وقصص ديجيتال بالضبط يعني. عم نحكي عن تكنولوجيا. هيدي كانت الثورة يعني الثيرد اندستريال ريفولوشن اللي كانت مبنية على الاي تي والتكنولوجيا والانترنت. هلا الثورة الرقمية الرابعة، الثورة الصناعية الرابعة مبنية يعني هي جمعت بين الانترنت، التكنولوجيا، المادة والبيولوجيكال سفير. سو جمعت كل هولي لتغير كيف طريقتنا بدها تصير بالحياة. يعني لنعطي اكزامبل صغير، مثلا الراديو اخذ 38 سنة ليوصل ل 50 مليون شخص. الفيسبوك اخذ سنة ليوصل ل 50 مليون شخص. الانجري بيرد هلا اخذ 35 يوم ليوصل ل 50 مليون شخص. يعني بس تو بوت ثينجز انتو بيرسبكتيف، يعني لنشوف قديش الاشياء صارت عم تتغير والجروث صار اكسبوننشال، بطل بيست اون لينير بس صارت الامور معناها اقل. يعني قبل كانت معناها اكبر، انا هيك كنت حس وقتها تاخذ وقتها لتوصل، وقتها يكون في شغله كلنا مركزين عليها عم نشوفها. هلا ما بقى في شغله مركزين عليها، صار في عنا يمكن نركز بنفس الوقت على 1000 ايتم عم بيطلعوا مع بعض 100%. ومعك حق، هذا موضوع اساسي بالمؤتمر. كيف بده يضلوا في تركيز على الهيومانيتي يعني تبع نيتشر، على البيئه، مش بس على التكنولوجيا، لانه تكنولوجيا بلا بيئه وبلا انسان. نعم. طيب وقت نحكي عن هيك مؤتمر بده يحكي عن هالمواضيع، هيدي المواضيع اللي تطرح هي توصية فقط مع هالصناعة ولا أيضا توعية ضد مخاطر هالصناعة؟ لا، هي عن الـ opportunities، الفرص، الفرص. نعم. اللي راح تنوجد لحتى لتطوير هيدي الصناعة. كيف هيدي يعني basically شو هال fourth industrial revolutions، هال emerging technologies، وعم نحكي عن الـ AI، عم نحكي عن الـ blockchain، عم نحكي لما عم نحكي AI عم نحكي artificial intelligence يعني الذكاء الاصطناعي. كيف هالسنسرز اللي عم يسحبوا الداتا كولكشن كلها من around the world، شو عم نعمل بالداتا كولكشن؟ قبل كان الذكاء موجود بس بالكمبيوتر، بالماشين، بالسوفتوير. هلا الذكاء صار حول منا وين ما كان، عم بيصير في داتا كولكشن، عم بيرجع بيصير في داتا اناليسيس، وعم بيصير في عندك بريدكتيف ريزلتس بيست على ديسيجنز، مش وحدة ولا اثنين، عشرة، مية، فيك تعرف بلحظة انت لوين هيدي بدها توصلك. هيدا الذكاء الاصطناعي. في عنا البلوكتشين، في عنا الاي او تي، كيف السمارت سيتيز، عم نحكي عن المدن الذكية كيف هي كلها صارت موصولة، اشارات السير فيك تتحكم فيها من وين ما كان. سو كيف فينا نحن نستفيد من هالتكنولوجيا لنطور المدن الذكية، لنعطي المواطن حقوق اكتر، ونقدر مثلا اكزامبل تاني، مثلا بدل ما انت تقدم طلب وتركض وراه من دائره حكوميه لدائره حكوميه ومن بلديه لامن عام، انت صار فيك through الاي او تي، الانترنت اوف ثينجز، اللي هي بتوصل هدول الشبكات كلها، بتستعمل 5G اللي هو معقول انطلاقه هلا قريبا، وهلا بوجود انطلاق كمان التشريع الاي سيجنتشر. سو هلا هيدا رح يسهل كتير هيدا الشيء اللي هلا دي سيجنتشر، قصدك القوانين اللوز يعني. أيوة. يعني حطت لحمايه المواطن وحمايه الشخص المستعمل يعني. ايه، ولحتى تسهل انه انت مش مضطر بقى تكون موجود لحتى تخلص معاملاتك، صار فيك ثرو اونلاين تخلص كل المعاملات. طب انا بس احكي دائما عن الصناعه، على الصناعه وخاصه عن التكنولوجيا والصناعه الرابعه. هون عم بحكي عن تامين فرص عمل للشباب، لتامين شركات ومؤسسات صغيره من قبل اشخاص بارعين، ومثل ما بنعرف دائما بلبنان عندنا هالموضوع هذا. طب كثير منيح، ولكن انا ما بعرف ليه بشوف دائما مع كل هالمؤتمرات يجب ترافق مع مواضيع توعوية لازم تصير كمان على مخاطر التكنولوجيا. هل موجودة بالمؤتمر؟ ما بعرف إذا عندك فكرة ولا بروح على النسرين. في الغرض المهم من هالمؤتمر شغلتين. أولا نقدر نجهز the future generation، يعني جيل المستقبل يكون حاضر لهالجوب opportunities يلي راح تنخلق، وبنفس الوقت بده يكون في توعية من اختصاصيين بالمراحل يلي غير دول مرقوا فيها ليكون عندهم الجهوزية الكاملة طبعا ليكونوا حاضرين ومهيئين لهالموضوع. سو
لرد على اول سؤال بالنسبه لموضوع التوعيه او جوب اوبورتونيتيز او جوب كرييشن. انا كنت بمؤتمر بكندا بالصيف. اكيد رح يصير في تغير بنوع العمل. نعم. يعني الريبيتيتيف ورك او الاعمال يلي روتينيه رح تصير تنشغل من قبل روبوتس. نعم. ولكن اعمال جديده رح تنخلق، وهالاشغال الجديده رح تنخلق رح تخلق فرص عمل مدخوله ومردوده اعلى بكثير على المواطن وعلى طبعا. الوطن بهالموضوع. بموضوع السكيورتي او الكونفيدنشياليتي انا بفضل زميلتي تحكي عنه. اكيد في اشخاص على فكره، بس لعلق على موضوع نعم. الروبوتس نعم. عندك بامازون هلا من 2014 لهلا صاروا عاملين اكثر من 100,000 روبوت. نعم. هو الاي اي سبورتد روبوتس طبعا، يعني هيدول روبوتس مرتكزين على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي. طيب وقت نحكي نحن عن فرص الشباب، قديش في اشخاص مغبونين وخاصه ب لوكل يعني لبنانيه ما عم يقدروا يحصلوا على فرص عمل لاستعمال ذكائهم يلي هو ذكاء طبيعي ليتحول شغلهم لذكاء اصطناعي من خلال ايتيمز ممكن يخلقوها بالثيرد اندستريال ريفولوشن. خسروا عالم اشغالهم من وراء. نحن عندنا شغلتين عندنا اياها كانسان، كوجنيتيف سكيلز وفيزيكال سكيلز. اوكي، الفيزيكال سكيلز كلها خسروها العالم بوقت الثيرد اندستريال ريفولوشن والميكانيكال وكل هول. هلا صار في عندك عم تخسر كمان الكوجنيتيف سكيلز. ليش؟ لانه في الاي اي فات بالدق هلا الارتفيشال انتليجنس. سو هلا ما بقى نتكل على نحن كيف بدنا نقرر، لانه بس بيضلوا في عندك السوشيال والايموشنال سكيلز. هلا شو عم بيصير ان بارالل لهيدا الشيء؟ بدنا نركز على، بدل ما نركز بس على الادوكيشن التراديشنال ادوكيشن اللي هو سكولز والكولجز واليونيفرسيتيز، في عندك شيء اسمه كونتينيوس ليرنينج. والكونتينيوس ليرنينج بيساعد الانتقال بهيدي المرحله لحتى العالم اللي هلا منهم مجهزين. في عندك اب سكيلينج وري سكيلينج. هول العالم اللي مش مجهزين حاليا يا خسروا وظايفهم يا اما تخرجوا بلا السكيلز المطلوبه المهارات المطلوبه. هول الشركات والان جي اوز عم بيشتغلوا بقوه لحتى تو اب سكيل وري سكيل هول العالم ليفوتون. طب انا خلص وقتي، بس بدي بشكل كتير سريع المشاركين المحاضرات ليفيدوا اي متى المؤتمر؟ المؤتمر بيكون ب 22 ل 24 جانيوري 2019 بالميدل ايست تريننج سنتر، يلي هو من احدث الغرف المؤتمرات الموجوده في نعم. ومين رح يشارك بمحاضرات وبتوعيه؟ كونه هيدا مؤتمر بمس كل منطقه بحياتنا وكل سيكتور بحياتنا. عندك كل فئات، يعني كل السيكتورز تبعول، عم نحكي تيليكوم، اجريكلتشر، هيلث كير، education manufacturing، يعني كل هول السيكتورز معنيين بهذا الموضوع. حتى الاهل اللي بدهم يواجهوا اولادهم معنيين بهالموضوع. يعني جدا شامل، وكي بلايرز من كل الايكو سيستم الديجيتال ايكو سيستم رح يكونوا موجودين ليضووا على كل النواحي. بالتوفيق. يعني احنا بحاجه لهيك نوع من المؤتمرات. ثانك يو اي اف بي كمان ل الإدارة الصحيحة والمضبوطة والتنفيذ البرو. يعطيكم ألف عافية سين وطوني بالتوفيق. شكرا جزيلا وشكرا للفيوتشر تي في. ثانك يو ثانك يو لك. بريك ونرجع، خليكم معنا.